بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تحية المنظمين وتحية الرؤساء الثلاث والحاضرين على دعوتي للمشاركة معكم في هذا اليوم الاحتفالي للغة الوطنية وللبيداغوجيا، يعني المؤسسة على براهين علمية، أود أن أحييكم بالدارجة التونسية وأقول لكم عسلم. والدارجة التونسية كما قيل في الفيديو هي إحدى تجليات العربية، اللغة الحية والمتجددة. يعني أود أن أربط بين الحصة المسائية الأولى والحصة المسائية الثانية بأن أعيد ما قاله السيد الوزير بأن العربية لا تحتاجنا، وإنما نحن كأطباء وصيادلة وطلاب ومهنيين صحيين نحن الذين نحتاج إلى اللغة العربية حتى نعلم طلابنا بشكل ناجع وحتى نداوي مرضانا بشكل يعني أفضل. مداخلتي متمحورة حول سؤال. هذا السؤال ليس لماذا يجب أن نستعمل اللغة الوطنية؟ هذا سؤال قد تمت الإجابة عليه منذ أكثر من 50 سنة، وأصبح الآن من باب المسلمات أن الشعوب يجب أن تدرس أبنائها بلغتها الوطنية. وإنما السؤال البحثي الذي أود أن أجيب عليه بأسلوب وبمنهجية علمية هو: لماذا يجب ألا نستعمل اللغة الأجنبية؟ وسأنطلق من تجربة التعليم الصحي الطبي في تونس. ما هي الأخطار الثقافية والحضارية والتعليمية عندما ندرس العلوم الصحية باللغة الفرنسية؟ السؤال سأطرحه بطريقة أخرى حتى يكون واضحا. لو اعتبرنا أن اللغة وعاء كهذا الكأس، وأن العلوم الصحية هي محتوى ضخم هذا الكأس من شيء، هل للغة تأثير على المحتوى؟ الشيء العادي أنه عندما نريد أن نستعمل كأسا بلورية يجب أن يكون عندنا قناعة أن البلورة لا يؤثر على المضمون. هل نحن واثقون أننا عندما نستعمل اللغة الأجنبية في تعليم علوم صحية، هل نحن واثقون أن ليس هناك تفاعل ما بين اللغة وما بين العلوم التي نعلمها؟ سأجيب على هذا السؤال بمنهجية علمية بعد التمهيد. أذكر بهدف الدراسة، بمنهجية البحث، بنتائج الدراسة أناقشها معكم وأستخلص معكم يعني نتيجة قد تساعدنا في تصورات يعني مستقبلية. أمهد لحديثي بأن أقول أن تعليم الطب باللغات الوطنية ليس فقط مسألة تأكيد هوية، هذا أمر ثابت، ولكنه أيضا ضرورة حتمية لنجاعة العملية التربوية، باعتبار أن التعليم باللغة الوطنية يسهل التواصل بين الطلاب ومعلميهم، كما يسهل استيعاب المعرفة، فالمتعلمون باللغة الوطنية أكثر قدرة على استيعاب المعرفة من غيرهم. وفيما يتعلق بالتواصل مع المرضى، تواصل الصحيين مع المرضى، الأمر الآن ثابت أن الحرفي الذي يتعامل مع مرضاه باللغة الأم هو أكثر قدرة على أن يكون أداؤه ناجعا، وأكثر قدرة على التفاعل والاندماج داخل المجتمع. إضافة إلى المبررات البيداغوجية، يعتبر الاعتماد على اللغة الوطنية داعم لوحدة الأوطان والشعوب. هذا أمر أكدته تقارير عدة من طرف منظمة الصحة العالمية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التي هاتان المنظمتان طلبتا منذ أكثر من 50 سنة بتجنب التعليم الصحي بلغات أجنبية. ولكن ما نلاحظه الآن أن الكليات المدرسة بالعربية في الوطن العربي قليلة، ولكن في المغرب الكبير تكاد تكون منعدمة. إذا إشكال هذه الدراسة أن الدعوة
هذه الدعوة إلى تدريس العلوم الصحية باللغات الوطنية تجد معارضة كبيرة من طرف المدرسين الذين يعتبرون أن اللغة محايدة وأنه لا ليس هناك ضرورة أن نعرب أو ندرس العلوم الصحية باللغة الأم. ما أود أن أفعله معكم هو أن أقوم بتشريح ثقافي للمقررات المدرسة في الكليات التونسية. أخذت نموذجين، مقرر علم أوصاف الأمراض الجراحية ومقرر علم أوصاف الأشعة، وقمت بدراسة نوعية تشريحية ثقافية لكي أفصل ما بين اللغة وما بين الثقافة. هل عندما نستعمل المصطلحات الفرنسية في التدريس هل ندعو ونبشر بثقافة الغربي أم أن اللغة محايدة ليست مشحونة ليست معبأة بمحمول ثقافي؟ إذن قمنا بدراسة وصفية نوعية، أخذنا كتاب علم أوصاف الأمراض الجراحية وهو كتاب ينصح في سوسة منصوح به لطلاب السنة الثانية، وأخذنا مقرر محلي لأحد أساتذة الكلية فيما يتعلق بعلم الأوصاف أوصاف علم الأشعة. قرئ الكتاب من طرف مختصين، أحدهما في علم طب المجتمع والطب الوقائي والآخر في علم اللغة، واستخرجنا من المقررين المصطلحات التقنية التشابيه والأوصاف المستعملة لشرح يعني أوصاف الأمراض، وقمنا بتقسيم هذه الأعراض والأوصاف والمصطلحات والتعابير إلى قسمين. القسم الأول اعتبرناه متجانس مع الثقافة العربية المغاربية، أما القسم الثاني فاعتبرناه متناقض متغاير غريب عن الثقافة العربية والثقافة المغاربية التونسية. ما هي التعابير المتجانسة مع الثقافة العربية التي استخلصناها، وما هي التعابير الغربية والغريبة عن الثقافة العربية التونسية؟ هذه بعض نماذج من التعابير المتجانسة مع الثقافة التونسية. عندما نستعمل مثلا الحروف والأرقام لوصف بعض الأعراض الجراحية أو بعض الأعراض في علم الأشعة، نستعمل الأرقام كرقم 3 مقلوب، أو الحروف كحرف إجراء كحرف ت مقلوبة كحرف ز كحرف ت، هذه لا ضير منها. هناك أيضا الأشكال كقولنا هذه صورة كقوسين مغلقين، كشكل مخروطي، كشكل ثنائي المحيط، كعلامة تقاطع، كشكل الكوس، هذه لا غير فيها. هذه بعض مثلا بعض التجسيمات، هذه صورة في علم الأشعة، المدرس عندما يصف الصورة يقول أن شكل القلب ثنائي المحيط، أو شكل الصورة هي صورة كهفية، أو أن المنظر منظر مشبك، أو أن الصورة تصبح صورة المنفخة. هذا لا غير بذلك، المدرس بإمكانه أن يستعمل هذه الصور، أو صورة الفيضان الأيمن، صورة حبة مزدوجة. أيضا في علم الأوصاف الأمراض يقع استعمال الحيوانات لتشبيه بعض الصور، قولنا صورة كأذني كلب، كمنقار ببغاء، كأمعاء دجاجة، كمنقار عصفور، كعظم حبار، كجناح فراشة، كعش نحل. هذه الصورة نعبر عنها بأنها الصورة كمنقار ببغاء. هذه الصورة الثانية كعظم الحبار، كجناح الفراشة في هذه الصورة الثالثة، في صورة الصدى أيضا كعش النحل. يقع استعمال أيضا الخضر والغلال في وصف الأمراض ووصف الصور، كقولنا شكل كقلب التفاح، كذيل الفجل، كقشرة البرتقالة، كقشرة البصل، كشكل فقاعي، كشكل الأرز، قلب التفاح في هذه الصورة، صورة سرطان الثدي نستعمل كلمة أو وصفة، قشرة البرتقال، قشرة البصل في وصف هذه الصورة، صورة الأشعة. أيضا يقع استعمال الطبيعة
عندما نقول شكل الشجرة الميتة شكل المطر، الخشب الأخضر شكل النجمي، صورة كسر كالخشب الأخضر، أو استعمل بعض الأدوات والآلات، زر القميص شكل الشسي، ضربة فأس باللوري ساعة، هذه الأصابع كزجاج ساعة، أو يقع استعمال أيضا الدين كقولنا صورة كالسبحة أو كوضعية الصلاة المحمدية. عندما يصف يعني الطبيب الجراح يعني وضعية الفحص ليقول لطلابه في مدرج كليتنا في تونس، يجب أن نضع المريض في وضعية الصلاة المحمدية. قد يبدو الأمر أمر مقبول، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتشير من طرف الإيرولوج أعتقد أن الوصف ليس بريء. استجداد النبي محمد ووضعية الصلاة المحمدية لوصف وضعية فيها من المذلة لله، إنما فيها من المذلة أمر ليس بريء، أمر مشحون بكل الحقد التاريخي الحضاري الذي تعرفونه. الآن هناك أيضا الصور متعلقة بالصناعة. عندما نقول عندما يأتي الآلات هذه هناك تشبيه غير محال اعتبرناها غريبة، كعندما يأتي الأستاذ لكي يقول هذه صورة كنجمة المرسيدس، أعتقد أن هذه دعاية لمنتج صناعي، هذا ليس علم، هذا ترويج، هذه ممارسة ثقافية. هذه صورة كنجمة المرسيدس، أو عندما نستعمل المدرس صورة مثل قوله صورة كالمضرب أو كسروال الجولف أو كرة التنس، أعتقد أن الطلاب التونسيون لا يعلمون. أنا كنت طالب التونسي البدوي الذي يعيش في جغرافيا صحراوية لا أعرف ثلج إلا نادرا، عندما يأتي الأستاذ لكي يصور مشهدا بقوله هذه صورة ككومة ثلجية، من لا يعرف من لا يرى من لم يرى الثلج لا يستطيع أن يفهم يعني الصورة، وبالتالي يعني الصورة التعبيرية تفقد دورها في توضيح مع المسألة التعليمية باعتبار عدم ارتباطها بالواقع المعيشي. صورة المضرب أيضا عندما يأتي المدرس في كليتنا ويتكلم عن أنابيب الأورك وعن ملمس البيانو وعن الانثناء أوركيوني، الحقيقة أن هذا الأمر ليس مستوحى، الصورة التعبيرية ليست مستوحاة من الواقع المعيش، وبالتالي تفقد قدرتها التعبيرية وقدرتها البيداغوجية. أيضا عندما وأيضا صور من عالم الترفيه، فمن لا يعرف أنبوب الغليون لا يستطيع أن يفهم بعض الصور يعني في وصف الأشياء. إذا هناك أيضا تعابير غريبة عن الثقافة العربية، الثقافة التونسية، هناك صور مشتقة من الحرب، عندما نقول ضربة خنجر ثوب سلاسل حبل سيار، إذا هذه ثقافة مشهورة بالعنف وليست علما بحتا، اللغة ليست بريئة، اللغة محملة بصور عنف، وعندما يقول المدرس بشكل بسيط يعني بالسيغوري التبول أو غط يعني لا يفهم أن هذه الكلمة هي طريقة تعذيب كانت تمارس من طرف الإسبانيين على مسلمي الأندلس عند تهجيرهم، فكانوا يربطون لهم يعني يمنعونهم من التبول ويجعلونهم يموتون تسمما. إذا هذا التعبير الظاهري هو مشحون بكل العنف التاريخي الذي عاشه المسلمون يعني زمن تهجيرهم من الأندلس. ضربة خنجر حبل سياط، أو عندما يستعمل المدرب صورة الكلمة عمار كشكل كسقف الهيكل كدرجة السلم كالمدخلة، لا أعتقد أن بابا نوال يزور بيوتكم عبر المداخل، أعتقد أنه يأتي عبر النوافذ أو الأبواب، فنحن لا ليس في بيوتنا مداخل. أيضا عندما نقول صورة كشكل القبعة المكسيكية، من يعرف هذا الشكل هذه القبعة المكسيكية أو القبعة الصينية أو غير ذلك. عندما يحتفل الناس في الغرب قد يطلقون الكرة للسماء،
ولكن نحن المغاربة أو التونسيون لا نعبر في أعيادنا عن الفرح بإطلاق يعني البالونات، وبالتالي فهذه الصورة معاكسة متناقضة مع الثقافة المحلية. أيضا عندما تكلموا عن يد القديس المبارك، عن علامة الناقوس، هذه صور من الفضاء التعبدي المسيحي التي لا يعرفها يعني الطلاب التونسيون. إذا بعد هذا التشريح الثقافي واستقلاص المصطلحات وتقسيمها إلى قسم متجانس وقسم معادي، أود أن أناقش معكم يعني هذه المعطيات. أولا، نحن نعتبر أن هناك ضرورة للاستعانة بالتشابيه لوصف الأعراف حتى نقرب المجهول إلى الطلاب، ولكن بعض هذه المصطلحات المستعملة يعني هي مصطلحات يعني غير مفهومة من طرف المتعلمين، وبدأت تفقد قدرتها ودورها يعني البداهوشي. إذا ما أكد من هذه الدراسة أن استعمال التعابير الوصفية في الأدبيات التعليمية الطبية ليس استعمالا بريئا. اللغة ليست بريئة، اللغة ليست محايدة، اللغة مشحونة تاريخا وثقافة، ومن علم بلغة أمة أخرى فقد نقل حضارة الآخر إلى عقر بيته. خلافا لما يعتقده الكثيرون، فإن الأدبيات الطبية الفرنسية مشحونة بثقافة الغرب وتاريخه وأسلوب حياته في جده ولهجه، في دينه ودنياه، في أكله وشربه، وأغلب هذه التعابير المحصاة لا يتجانس مع وجدان الطالب. أذكر أنني عندما كنت طالبا في السنة الأولى طب، أنا طالب منحدر من وسط يعني ريفي عروبي، عندما قدمت المدينة ودرست في السنة الأولى وسمعت وقلت أتمنى أن أكون كابن سينا وكالزهراوي، عندما كان الأستاذ يصف بعض الأعراض يقول إيماج أون بوشون دي شامباني، صدمت وتساءلت هل أنا هنا لكي أدرس علما أحاكي به ابن سينا أم أنني أتعلم علما ليس متجانسا ومتناقض مع ثقافة وطني. إذا هذه الأدبيات الاتشابية تروج على أنها علم خالص، ولكنها ليست علما إنما هي ثقافة، بل قد تستعمل الصور التعبدية لتحقير الذات. هناك تعابير عندما يستعملها المدرسون يحقرون يعني الذات والهوية، وأيضا يعني هي صور غير جميلة في أغلبها. هل التشابيه لها انعكاسات على معارف ووجدان المتعلم، وهي أيضا كما قلت تعابير لا تؤدي دورها البداهوشي. أختم حديثي بأن أقول لكم أن هذه الدراسة تخلص إلى أنه لا بديل عن تبني التعليم الطبي باللغة الوطنية، باعتبار ذلك شرطا وحيدا نحقق عبره المصالحة بين المعلم والمتعلم، وبين يعني المؤسسة والمجتمع. إن ذلك إن اللغة وعاء المعرفة ووسيلة التربية وأداة التواصل، ولكن هذه الدراسة أيضا تحذر من خطر الترجمة الحرفية. تكلمنا منذ الصباح عن أهمية الترجمة. الترجمة هي نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، ولكن ما يطالب به ليس الترجمة الحرفية، إنما نقل المعاني من بيئة ثقافية إلى بيئة أخرى. أنا أود أن لا أستعمل كلمة الترجمة، ولكن أستعمل بدلها التبكئة، أن نحول الكلام من بيئته بيئة الآخر إلى بيئته المحلية. إذا نطالب لا بالترجمة ولكن بالتبكئة. اللغة ليست وعاء وحاديا، وإن الاستمرار في تعليم الطب والعلوم الصحية بلغة الأجنبية تأكيد للانفصام الثقافي داخل الأمة. ما أود أن أقوله كآخر جملة، إن تعريب العلوم الطبية في تونس وفي بلدان المغرب الكبير ليس فقط ضرورة أخلاقية وحضارية، بل طارئ تقني
ايميرجونس تكنيك لتعليم طبي ناجع ومفيد لشعوبنا. شكرا على التفاعل.